الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة عقد يستحق به المرء تملك مال غيره، وسمي هذا التصرف شفعة لأن الشفيع يضم مال غيره لنفسه، فبعدما كان فردا أصبح ماله مشفوعا إليه مال غيره. وصورة الشفعة أن يكون رجلان يملكان عقارا ويكون ملكهما مشاعا لا مفرزا، والفرق بين المشاع والمفرز أن المشاع يكون بالنسبة، وأما المفرز فيكون معينا، فالمشاع مثل: لك نصف ولي نصف، والمفرز: لك هذا النصف الشمالي ولي هذا النصف الجنوبي. فإذا كان رجلان يملكان عقارا ملكا مشاعا، فباع أحد المالكين عقاره، فإنه يجوز لشريكه أن يتملك هذا الجزء الذي باعه لطرف ثالث بالسعر الذي باعه به. والسبب في ذلك قالوا لحكمة، وهو أنه عندما يكون الملك مشاعا، فعندما يدخل شريك آخر قد يتضرر الشريك الأول، فحينئذ جعل الشارع هذا الطريق لدرء هذا الضرر وهذه المفسدة، وهي الشفعة. وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. نعم، هذا التعريف يشمل جملا متعددة. أول جملة قول المصنف: إن الشفعة استحقاق. إذن فالشفعة هي حق، فهي حق تملك، لأن العلماء يقولون قد يكون المرء له حق تملك وقد يكون له حق فسخ، فحق الفسخ يثبت فيما تقدم ذكره في الخيارات، وحق التملك من صوره الشفعة، فإنه يجوز للشريك أن يتملك نصيب شريكه إذا طلبه، وإنما يكون ذلك بطلبه، ولذلك فهو استحقاق. قالوا: والفرق بين حق التملك وحق الفسخ أن حق التملك على الفورية، بينما حق الفسخ فإنه يكون على التراخي. وبذلك جاء الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل عقال، فإن الناقة إذا حللت عقالها سريعا ما تتحرك وتذهب. فكذلك الشفعة، فمن حين يعلم الشريك أن شريكه قد باع نصيبه فإنه له أن يطالب، فإن أخر المطالبة مدة لغير عذر فإنه حينئذ يسقط حقه، لأن حق التملك يتعلق به حق الغير. قال: استحقاق الإنسان. المراد بالإنسان هنا المساوي، بمعنى أنه لا يشفع على المسلم إلا مسلم، فلو كان الشريك كافرا وبيع على مسلم فإنه في هذه الحال لا شفعة، فلا بد من المساواة. قال: انتزاع حصة شريكه. قوله انتزاع أي أن الملك حينئذ لا يكون برضا الشريك ولا برضا الطرف الثالث الذي اشتراها، وإنما يملكها بطلب منه واختيار وبغير اختيار ولا رضا من الطرف الثاني، وهذا معنى تعبير بالانتزاع. قال: انتزاع حصة شريكه. تعبير الفقهاء بحصة الشريك يدلنا على أنه لا بد للشفيع أن يأخذ كل الحصة، فإن طلب بعضها ولم يطلب الجزء الآخر سقط حقه، فحينئذ تكون بيعا ولا تكون شفعة، وإنما تكون بيعا بما يتراضيان عليه، فلا بد للشفيع أن يأخذ كل حصة شريكه. رجلان شريكان في أرض مساحتها 1000، لكل واحد منهما 500 غير مفرزة، فباع أحد شريكين نصيبه، فجاء شريكه وقال:
طلبت الشفعة في 100 متر منها، نقول سقط حقك من الشفعة، لأنه لا بد أن تطلب أو أن تأخذ كل حصة شريكك. قال: من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. هنا عندما قالوا من انتقلت إليه ببيع ونحوه، يدلنا على أن ملك هذه الحصة إذا انتقل بغير المعاوضة، كأن ينتقل بإرث أو أن ينتقل بهبة، فإنه لا شفعة فيها. بهذا الأمر نعرف شروط الشفعة. فنأخذ من التعريف أول شرط، وأنها على الفور، والأمر الثاني يجب أن يكون متساويين، والأمر الثالث أنه لا بد أن يطلب جميع حصة شريكه، والأمر الرابع أنه لا بد أن يكون انتقال الملك للطرف الثالث بعقد معاوضة. ولذلك قال: ببيع ونحوه، أي ونحوه من عقود المعاوضات. فمن أمثلة عقود المعاوضات أن يجعل هذا النصيب أجرة لعمل، فيعمل عنده الطرف الثالث عملا ويعطيه أجرته نصيبه من الأرض، فحينئذ تكون عقد معاوضة، ومثله الصلح وغيره. الشرط الخامس هو قوله: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. قال: وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. هذا يشمل شرطين. الشرط الأول أنه لا شفعة في غير العقار، فكل الأعيان المنقولة لا شفعة فيها. فلو أن رجلين يشتركان في سيارة فباع أحدهما شريكة، فلا شفعة لشريكه فيه، وإنما الشفعة في العقار كما سيأتي بعد قليل. الشرط السادس أنه لا بد أن تكون غير مقسومة، أي غير مفرزة، ليست بمفرزة. وعندما نقول إنها غير مقسومة أو غير مفرزة، سواء كانت قابلة للقسمة أو مما لا يقبل قسمة الاختيار، قسمة الإجبار. وذلك لأن القسمة نوعان: قسمة إجبار وهي الأعيان التي تقبل القسمة، وقسمة اختيار فيما لا يقبل القسمة، كالأرض الضيقة الصغيرة التي إذا قسمت لم ينتفع بها أحد الشريكين. وقيل: إذا قسمت نقصت قيمتها عن نسبتها، وهما وجهان في معنى القسمة، وسيأتي إن شاء الله في قسمة الإجبار والاختيار. المقصود من هذا أن هذان الشرطان مهمان، أنها في العقار وأنها تكون غير مقسومة. طيب، ما معنى المقسومة؟ لو أن رجلين شريكان في أرض، ثم عين لكل واحد منهما جزءا، فقال: لك الأرض الشمالية ولي الجنوبية، إذن لا شفعة. ودليله الحديث الذي سيأتي. بقي عندي هنا مسألة، أن عندنا قاعدة كلية في الشريعة، وهي أن التابع تابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قلنا إن الأعيان لا تجري فيها الشفعة على سبيل الانفراد، لكنها تجري فيها على سبيل التبع. صورة ذلك: لو أن امرأا كان شريكا لغيره في أرض، وعلى الأرض شجر أو بناء، البناء وحده لو كان شريكين في الشجر أو في البناء وحده فلا شفعة، لكن لما كان شريكين في الأرض والبناء والشجر الذي عليه، جرت الشفعة في الشجر والبناء تبعا لا استقلالا، إذ يثبت الشيء أو يثبت حكم الشيء تبعا وقد لا يثبت استقلالا. لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. نعم، قوله قضى بالشفعة هذا يدلنا على أنها حق ثابت، فهو استحقاق ليس اختياري، وإنما يثبت له في كل ما لم يقسم. قوله في كل ما لم يقسم يدلنا على أن هذا متعلق بغير المفرز، وإنما يكون في المشاع. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا محمول، هذا يدلنا على أن هذا إنما هو خاص بالعقار، لأن الحدود والطرق إنما تكون في العقار لا في مطلق الأعيان. فلا شفعة. قال: فلا شفعة. إذن إذا كان المرء جارا لجاره وباع الجار بيته، فلا حق لجاره في الشفعة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بسقبه، فنقول: نعم صحيح، لكن معنى الجار هنا أي الشريك المخالط الذي لم يفرز نصيبه عن نصيب جاره، كما قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالق، وسمى زوجه جارة لأنه مخالط لها ومعاشر. إذن فالجار هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الشاعر المراد به الممازج والمخالط
الذي يملك مع غيره ملكا غير مفرز، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. ولا يحل التحيل لإسقاطها، لا يجوز لامرئ أن يتحيل لإسقاط الشفعة. والتحيل لإسقاط الشفعة له صور متعددة. من صور التحيل للشفعة أو من صور التحيل لإسقاط الشفعة أن يجعل العقد صورته هبة. صورة ذلك، نحن قلنا قبل قليل أن من شرط ثبوت الشفعة أن يكون انتقال الملك ببيع أو بمعاوضة، فإن كان انتقال الملك بهبة فإنه حينئذ نقول لا شفعة. بعض الناس يتحيل فيقول وهبت جزئي لابني أو وهبت جزئي لفلان، أمام القضاء يقول وهبته هبة من غير عوض، وربما كان في الباطن قد أخذ عوضا، وإنما قصده من ذلك التحيل لإسقاط الشفعة. من أمثلة التحيل أيضا قالوا إذا بالغ في الثمن، بأن يقول الثمن بعتك هذا الجزء بألف مع أنه قيمته الحقيقية 500، فجعل ثمنا ظاهرا 1000 لكي لا يطلب الآخر بالشفعة، وجعل ثمنا باطنا بينهما 500. فإذا ثبتت الحيلة عند القاضي فإنه حينئذ يثبت الشفعة للشريك، وأما المتحيل سواء ثبتت عند القاضي أو لم تثبت فإنه عرام عليه التحيل لإسقاط الشفعة. فإن تحيل لم تسقط، قال فإن تحيل لم تسقط، لم تسقط ديانة وباطنا، أما ظاهرا أمام القاضي فلا بد من الإثبات، والإثبات قد يكون سهلا وقد يكون صعبا باختلاف الوقائع. لحديث إنما الأعمال بالنيات، نعم، وهذا الدليل عظيم جدا، بل قد قال الشافعي إنه يدخل في نصف العلم، وأحمد قال إن العلم أغلبه يرد إلى هذا الحديث، أو إن الفقه أغلبه يرد إلى هذا الحديث. باب الوقف، نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن الوقف، والوقف من العقود الشريفة التي شرعت، والنبي والصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم عنده مال وسعة إلا أوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. نعم، قال والوقف تحبيس الأصل، معنى قوله تحبيس الأصل أي أنه يمنع، إذ الحبس هو المنع، أي منع الأصل من نقل الملك فيه، فلا يباع الأصل الموقف ولا يوهب ولا يستخدم في أمر يتلف عينه، وإنما يحبس فيكون محبوسا أي ممنوعا من نقل الملك فيه. الأصل هذا تارة يكون عقارا وتارة يكون عينا، فإن كل شيء فيه منفعة يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصح وقفه، حتى النقد على قول بعض أهل العلم أنه يصح وقفه إن قلنا إن فيه منفعة متجددة. فالمقصود أن تحبيس الأصل يشمل كل أصل يوقف، وقد حبس خالد رضي الله عنه أدرعا له في سبيل الله عز وجل وأفرسا. قال وتسبيل المنفعة، أي أن المنفعة أو قيمة المنفعة تجعل في جهة بر، وهذا يدلنا في قوله تسبيل أن الوقف لا يصح إلا أن يكون على جهة بر، فالفقراء جهة بر، والمساجد جهة بر، والأقارب جهة بر ولو كانوا غير مسلمين، كما جاء أن صفية رضي الله عنها أوصت بثلث مالها أن يكون لأخيها وكان يهوديا. فالمقصود من هذا أن التسبيل يدلنا على أمرين، الأمر الأول أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة بر، الأمر الثاني أن الذي ينتفع به الموقوف عليه إنما هو المنفعة أو قيمتها. فأما المنفعة بالسكنة مثلا أو بلبس الأدرع أو بركوب الفرس ونحو ذلك أو بالصلاة في المسجد، وأما قيمتها فأن تؤجر المنفعة على آخر والغلة تذهب للمسبل عليهم، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. قال وهو من أفضل القرب لأنه مستمر، وهذه ميزة عظيمة فيه، ولذا سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية وهي الوقف. قال وأنفعها، أي وأنفعها للميت لأن أجرها مستمر إذا كان على جهة بر. قوله إذا كان على جهة بر يدلنا على الشرط لصحة هذا الوقف. قال وسلم من الظلم، مراد المصنف بسلم من الظلم
ما يفعله بعض الناس مما يسمى بوقف الجنف. ووقف الجنف أن يأتي رجل عنده مال يريد أن يحرم بناته من الإرث، فحينئذ يوقف ماله كله على أولاده الذكور مثلا، أو كان مريدا لحرمان بعض ورثته ذكورا أو إناثا، فيوقف ماله على بعضهم دون بعضهم. هذا الفعل يسميه أهل العلم بوقف الجنف، أي وقف الظلم. وأكثر أهل العلم على أنه آثم بفعله إن أراد به ظلم بناته أو بعض ورثته، لكنه صحيح فيجاز ويصح. وقال وهذا عليه العمل في أغلب بلدان المسلمين، وكثير من أوقاف مكة إنما هي من أوقاف الأهلية التي تكون على بعض الورثة دون بعضهم، وإنما منع منه وأبطله بعض أهل العلم المتأخرين، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، طبعا وهي رواية عن أحمد، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم، الصدقة الجارية المراد بها الوقف، أو حفر بئر يستمر نفعه ونحو ذلك. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. نعم، هذه الجملة تدلنا على أمرين، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الأمر الأول تدلنا على تعريف الوقف، ولذا أخذ تعريف الوقف منه، فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأمر الثاني أن هذه الجملة تدلنا على أن من أفضل الصدقات والقرب الوقف، فإن عمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بهذا المال الذي كان سهما له في خيبر وهو من أنفس ماله، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الطرق وهو الوقف. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. نعم، قوله لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها، فهذا من باب تبيين معنى التحبيس لا أنه شرط، إذ هذا هو حقيقة العقد. فتصدق بها في الفقراء، هذا هو شرط عمر أنه جعلها للفقراء. وفي القربى، أي في قرابته وإن لم يكونوا فقراء. وفي الرقاب، وفي الرقاب يشترى بها رقاب فتعتق. وفي سبيل الله، أي في الجهاد. وابن السبيل، وهو المنقطع. والضيف، والضيف هذا يدلنا على أن إكرام الضيف من أفضل القربات، وهي علامة خير في الرجل كلما كان يعني مكرما لضيفه. وقد وردت أحاديث كثيرة في إكرام الضيف جمعها الذهبي في جزء مطبول. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه الجملة تدلنا على أن الناظر على الوقف يجوز له أن يأكل من العين الموقوف أو من غلة العين الموقوفة بالمعروف. ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. قوله ويطعم صديقا، هذه من شرط الواقف، فإن عمر أباح للناظر أن يطعم صديقا. قوله غير متمول مالا، أي لا يأخذ من الوقف مالا زائدا عن المعروف الذي جرت العادة به. وأفضله أنفعه للمسلمين. قال أفضل الوقف أنفعه للمسلمين، سواء كان بئرا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفر بئرا فإنه لا ينقطع رشا ذلك البئر إلا وقد ضمن له مكانا في الجنة، أو بنى مسجدا، فينظر المرء الأنفع للمسلمين فيفعله. وينعقد بالقول الدال على الوقف. نعم، قال الشيخ وينعقد بالقول. الوقف ينعقد بأمرين، إما بالقول وإما بالفعل. فالقول بأن يقول وقفت كذا، أو حبست كذا، أو نحو ذلك من المعاني الصريحة أو الكنائية الدالة عليه. وأما الفعل فقالوا بأن يفعل فعلا لا يحتمل غير الوقف، وضربوا لذلك مثالين. المثال الأول أن يبني أرضا على هيئة مسجد ثم يأذن للناس بالصلاة فيه، إذن جمع وصفين: البناء على هيئة المسجد كأن يجعل محرابا أو منارة، والأمر الثاني أن يأذن الناس بالصلاة فيه، فحينئذ تكون وقفا. المثال الثاني ضربوا له قالوا إذا بنى مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها فإنها تكون وقفا بالفعل، لأن هذا الفعل لا يحتمل
غير هذا الأمر وهو الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. نعم، يقول ويرجع إلى مصارف الشرع، مصارف الوقف أي ما يصرف فيه الغلة، وإلى وفي شروطه أي شروط الواقفين، في شروط الموقوف عليهم وصفة الناظر وحقيته ونحو ذلك. قال إلى شرط الواقف كما فعل عمر رضي الله عنه، قال حيث وافق الشرع. فإن لم يوافق الشرع بأن قال يصرف في جهة محرمة أو على بدعة، فإننا نقول يقلب إلى جهة بر فيصرف إلى جهة بر. والأصل عندهم في جهات البر أن أفضلها أن يصرف للفقراء فيعطى تمليكا للفقراء. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. نعم، هذه مسألة مهمة أريد أن ننتبه معها بعض الشيء. الوقف معلوم أنه لا يجوز بيعه وإلا لم يكن محبسا، استثني من جواز بيع الوقف صورة واحدة وهو عند تعطل المنافع. هذه المسألة تسميها العلماء المناقلة في الأوقاف، ومناقلة الأوقاف تارة تكون بإبدال الوقف بوقف مثله، وتارة تكون ببيعه ثم الشراء بثمنه وقفا آخر، وتارة تكون ببيعه وشراء وقف مختلف عنه، كأن يكون أصل الوقف شجر ثم يشترى به عقار، فيختلف الحال. وكلا الأنواع الثلاثة تسمى مناقلة. مناقلة الأوقاف هذه من الأمور الخطيرة التي يجب على كل امرئ أن يحتاط فيها أشد الاحتياط. والعلماء يقولون لا يجوز المناقلة في الأوقاف بمعنى بيع الوقف أو تغييره إلا بشروط. الشرط الأول أنه لا بد أن تتعطل منافعه، وهذا مهم، لا بد من تعطل المنافع. فإن لم تتعطل المنافع فإنه لا يجوز، ولو كانت هناك منفعة أكثر في الوقف الثاني لا يجوز تعطيل الوقف لأجله. الشرط الثاني أنه لا بد من إذن من له الإذن وهو الناظر على الوقف أو ولي الأمر، فإن الناظر له نوع ولاية على العين فلا يتصرف بالعين إلا بإذن الناظر، وقد يكون الناظر هو الواقف كعمر في حياته. وأضرب هنا مثالا كثيرا ما يقع فيه كثير من الناس ويقعون في إثم عظيم، وهو المساجد. هذا المسجد الوقف فيه أمران، البناء والأرض، فالأرض لن تتغير تبقى موقوفة، لكن البناء قد يأتي رجل ويقول لنهدم البناء القديم ونبني محله بناء آخر. نقول إن هذا من باب مناقلة الوقف، هذا إذا بعته واشتريت به بناء آخر، أنت ترميه في الشارع، ترميه في الزبالة. فنقول لا يجوز هدم المساجد إلا أن تتعطل المنفعة، ويكون تعطل المنفعة إما بأن يكون آيلا للسقوط، أو أن يكون المسجد يضيق بالناس فيجوز هدمه لتوسعته. والحقيقة أنا نبهت على هذا لأن كثيرا من إخواننا يتساهلون في أمر عظيم، وقد قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يشمل الوصية والوقف. كثير من الناس يتساهل في أمور المساجد، يريد الخير فيهدم مسجد غير مسجدا بني قبله ثم يبنيه. نقول أنت آثم، ولربما كان إثمك أعظم بكثير من الأجر الذي تحصلت عليه، لأنك عطلت وقفا بناه غيرك هو العرصة والبناء الذي بناه أهل الوقف الأول، وهذا تعطيل وظلم شديد جدا. فكل وقف لا يجوز إزالته إلا أن تتعطل منافعه، ولذلك قال فيباع ويجعل في ثمنه، فيكون إما إبدالا أو تبديلا أو استبدالا، وذكرت أنواع الثلاثة قبل. نعم. باب الهبة والعطية والوصية. نعم، بدأ المصنف في ذكر بعض عقود التبرعات، وهذه العقود الثلاثة الهبة والعطية والوصية كلها من عقود التبرعات. وعقود التبرعات لها خصائص، منها أنها تجوز الجهالة فيها، ومنها أنه يجوز الرجوع في بعض أنواعها. وهذه العقود الثلاثة التي أوردها المصنف وهي الهبة والعطية والوصية بينها عموم وخصوص وجهي، فإن بعض الهبات تسمى عطايا
وبعض العطايا والعطايا أو بعض العطايا يأخذ حكم الوصايا كما سيأتي في كلام المصنف. وهي من عقود التبرعات. نعم، قول المصنف هي من عقود التبرعات لأن العقود نوعان، إما عقود معاوضة أو عقود تبرع. فالمعاوضة بأن يبذل كل واحد من الطرفين مالا، وقد يكون أحد الطرفين بذل مالا والطرف الثاني لم يبذل مالا محضا، فحينئذ نسميه عقد معاوضة غير محضة كالعوض في الخلع والنكاح. والنوع الثاني من العقود عقود التبرعات، وهو أن يبذل أحد الطرفين مالا وأما الطرف الآخر فإنه لا يبذل شيئا وإنما يكون قابلا لهذا التملك. إذن فأحد الطرفين باذل والآخر قابل من غير بذل عوض مقابل له. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. نعم، قال أولا الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة، أي ليس معلقا على الوفاة. فإن علق التبرع بعد الوفاة بأن كتب امرؤ في ورقة أو أشهد فقال هذا البيت لفلان بعد وفاتي فإنه يسمى وصية ولا يسمى هبة. قال والصحة أي في حال عدم مرضه المخوف، لأن الصحة يقابله المرض المخوف لا مطلق المرض، لأن من المرض ما يستوي مع الصحة في التبرعات. إذن فقوله في الصحة هنا يقابله المرض المخوف، والمرض المخوف عند العلماء لا يلزم أن يكون مرضا، أحيانا قد يكون ليس بمرض لكنه يكون يخشى منه الموت غالبا، مثل من ركب البحر، ومثل ما ذكره بعض المتأخرين في القرن الحادي عشر وهو الشيخ مرعي أن من سافر إلى الحجاز فإنه يعد مخوفا، لأنه في القرن الحادي عشر الهجري وقبله وبعده كان قطاع الطريق كثر يعتدون على الناس، فمن أراد السفر إلى مكة فإن وصوله إليه مخوف وخروجه منه مخوف، إما من قطاع طريق أو من مرض، فإن الأوبئة والأمراض كانت كثيرة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل على الناس بالأمن والصحة، وذلك فضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل استدامته. إذن قوله والصحة يقابله ماذا؟ المخوف، إما مرضا أو حالا. فإن التبرعات والهبات في حال المرض والحال المخوف تسمى عطية ولا تسمى هبة، وإن كانت داخلة في عموم الهبات. الهبة فقط من باب الفائدة يدخل فيها ما يسمى بالهدية، ويدخل فيها ما يسمى بالصدقة، ولكن الفرق بين الصدقة وبين الهدية نية الباذل، فإن كان قاصدا المثوبة عند الله عز وجل فهي صدقة، وإن كان قاصدا المحبة والمودة من البشر فهي هدية، ولا يلزم من كونها هدية ألا أجر فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. نعم. والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. نعم، يقول الشيخ والعطية هي التبرع به أي بالمال في مرض موته المخوف، أي أنها الهبة في المرض المخوف. والمراد بالمرض المخوف هو المرض الذي يخشى منه الموت عادة، لا يلزم أن يكون المريض هو الذي يخشى، لأن بعض الناس يخشى الموت من أدنى مرض، وبعضهم لا يخشى الموت من أعلى مرض، وإنما العبرة بالمرض الذي عادة يخشى منه الموت والهلاك. وقد عدد العلماء في باب الوصايا الأمراض المخوفة وغير المخوفة وفصلوها في محلها. إذن عرفنا هذا المرض المخوف، وقلنا إن قولهم مرض هذا وصف أغلبي، فهناك بعض الأحوال ليست بمرض، ذكرت لكم السفر، ذكرت لكم ركوب البحر. العلماء يقولون المرأة في حال المخاض فإنها في حكم المرض المخوف، لأنها قد تهلك، وخاصة قديما فإن كثيرا من حالات تعسر الولادة تكون سببا في هلاك المرأة، والآن وجد من وسائل المستشفيات وغيرها ما نسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع. إذن الفرق بين العطية والهبة ما ذكرت لك قبل قليل. نعم. والوصية طبعا قبل أن ننتقل الوصية، لأن سيأتي حكمه نحن نتكلم عن حقيقتها، أريدك أن تعرف هنا فائدة، أن العلماء يطلقون لفظ العطية على تصرفين مختلفين، فيطلقونه في باب الهبة
ويقصدون به المعنى الأول، يقصدون به الهبة في المرض المخوف، ويطلقونه كذلك بعده ويقصدون به الهبة للورثة. ولذلك أحيانا تجد بعض العلماء يقول العطايا ويقصد بالعطية الهبة في المرض المخوف، وأحيانا يقصدون بالعطية الهبة للورثة فيسمونها عطية. ولذا بعضهم من باب التوضيح يقول العطية للأبناء كما سيأتي في كلام المصنف، وبعضهم يحذف الإضافة فيقول العطية ويسكت. فالمهم أنك تعرف أن الفقهاء في الباب الواحد يستخدمون هذا المصطلح استخدامين، ومعرفة المصطلحات مهمة. والوصية التبرع به بعد الوفاة. يعني الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، لا أنه يتبرع إذا مات، وإنما يعلق التبرع على الموت، فيكون في حياته قد تبرع وعلق التبرع على الوفاة، فيقول إذا مت فمالي الفلاني وبيتي وسيارة الفلانية لفلان. هذا يسمى تعليق للتبرع على الموت، إذن فهو تعليق للتبرع بعد الوفاة. بعد الوفاة فالجميع داخل في الإحسان والبر. نعم، قال الجميع داخل في الإحسان والبر، أي مما يؤجر عليه المرء ويثاب. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. نعم، هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ إن الهبة التي تكون في الصحة وليست معلقة على الوفاة تكون من رأس المال ولو استوعبت المال كله، فإن المرء يجوز له أن يهب ماله كله لمن شاء، ولكن هذا مكروه أن يهب المرء ماله إلا لمن كمل إيمانه، كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما تبرع بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع كثيرا من أصحابه أن يتبرعوا بمالهم كله، لأنه ربما احتاج وندم، إلا من كمل إيمانه درجة عالية فهذا يكون له من الأحكام ما يختلف عن غيره في باب الكراهة والندب. إذن فبالنسبة للهبة يجوز المرء أن يهب، وتكون الهبة من رأس المال، يعني ما تحسب من الثلث ولو جاوزت الثلث. طيب، قال أما العطية وهي الهبة في مرض الموت والوصية فإنها تكون من الثلث. الوصية واضح أنها من الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال لسعد الثلث والثلث كثير، فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. وأما العطية، عطية المريض، فكل تبرع يتبرع به فله حكم الوصية، لا ينفذ في أكثر من الثلث إلا أن يجيزه الورثة. رجل لما حضرته الوفاة في مرض مخوف، عندما بلغ بأنه مصاب بالمرض الفلاني قال جاري فلان أعطيته 100,000، وجاري فلان 100,000، وماله كله لا يعادل إلا 300,000، فيكون قد تبرع ب200 والثلث إنما هو 101. فحينئذ نقول لا تنفذ العطايا إلا من الثلث فقط، فلا ينفذ إلا 100، والمئة الأخرى ليست بنافذة، فلها حكم الوصية من جهة مقدار ما ينفذ. لكن بين العطية وبين الوصية فرق، وسأعد لكم بعض فروقها وذكروني أن أسأل فيها. الفرق الأول أن العطية يكون قبولها في الحياة من المعطى إليه، بينما الوصية إنما يكون القبول بعد الوفاة، وبناء عليه فكل قبول ورد من الموصى له قبل الوفاة ملغي. رجل أوصى لآخر فقال أوصيت لفلان 100,000، لما علم فلان قال لا أقبل الوصية قبل أن يموت الموصي، ثم مات، فلما مات قال قبلت، نقول نعم لك الحق أن تأخذها لأن قبولك وردك معتبر بعد الوفاة، بخلاف العطية فإن القبول والرد معتبران في الحياة، أي عند العلم بها مباشرة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الملك يثبت فيها من حين الحياة، أي في العطية، بينما الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بعد الوفاة. الفرق الثالث وهو مهم أن العطية لا يجوز الرجوع فيها إذا لزمت، وسنتكلم عن لزوم الهبة بعد قليل، يعني بمعنى أنها قبضت، بينما الوصية
يجوز الرجوع فيها ما لم يمت ولو قبضت. الفرق الرابع أيضا مهم، أن العطايا إذا تشاحت قدم الأول فالأول، بينما الوصايا إذا تشاحت فإنه يقسم بينهما بنسبته. رجل ثلثه 100,000 وقد أعطى شخصا في مرض المخوف 100,000 والثاني 100,000، نقول كل 100,000 للأول، بينما لو كان ثلثه 100,000 وأوصى للأول 100,000 والثاني 100,000 فلكل واحد منهما 50,000. هذه أربعة فروق بين العطية وبين الوصية. نعم. فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم، قوله ما زاد عن الثلث أي في الوصية والعطية، أو كان لوارث أي كانت العطية أو كانت الوصية لوارث فإنهما لا ينفذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير. قال وتوقف على إجازة الورثة المرشدين، المرشدين يعني الراشدين، البالغ العاقل الراشد غير السفيه. وقوله توقف على إجازتهم يدلنا على أنهم إذا أجازوها فإنها تكون إنفاذا لوصية الميت ولا تكون ابتداء عطية منهم، ويترتب عليها فروع يسيرة. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده. نعم، هذه مسألة قلنا قبل قليل وهي العطية للأبناء، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. نعم، العطية بين الأولاد واجبة، بل علم الفقهاء يقولون يجب العدل في العطية بين الورثة جميعا، طبعا إلا الزوجان فلا يلزم العدل بينهم، فيجوز للرجل أن يقسم ماله بين ورثته إلا زوجته، والعكس المرأة تقسم مالها إلا لزوجها. فالعدل بين الأولاد خصوصا في العطية واجب، والدليل حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن النعمان نحى له نحلة، فقالت أمه، وأمه أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنها وعنه، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب البشير بابنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه ثلاث صيغ وجاءت غيرها من الصيغ تدلنا على أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. عندنا مسألتان على سبيل الإيجاز. المسألة الأولى، كيف يكون العدل بينهم في العطية؟ نقول إن العدل بينهم يكون بقسمة المال بينهم كقسمة الميراث، كما قال قتادة هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها لنا في حياتنا، فيعطى الولد سهمان والأنثى تعطى سهما واحدا. الأمر الثاني، أن من جار في عطيته فإنه آثم ويجب عليه التعديل بين الورثة، إما بالرجوع فيما وهب أو بإعطاء باقي الورثة والأبناء مثل ما أعطى ولده الأول، أو باستحلالهم بأن يقول ائذنوا لي بأن أعطي فلانا ما زاد عنكم. إذن هذه أمور الثلاثة هي التي يكون فيها التعديل. متى يجوز إعطاء بعض الولد أكثر من بعض؟ قالوا في حالات، منها إذا كان من باب النفقة، فإن بعض الأبناء يحتاج من النفقة ما لا يحتاج غيره، لرجل ابنان أحدهما جاوز 20 والأول عمره سنة، لا يقول سأجمع مقدار ما أنفقته للأول وأحفظه للثاني، نقول لا، لأن هذه من باب النفقة الواجبة. ومثله الأنثى والذكر، فإنه عند كثير من الناس ينفق على البنت أكثر مما ينفق على الولد، فلا نقول إنه يحفظ هذا المال ويعطى للولد، لأن هذا من باب النفقة الواجبة، والنفقة الواجبة لا يلزم فيها العدل، قد يكون أحد الأبناء مريضا محتاجا والآخر ليس كذلك. الحالة الثانية التي يجوز فيها التفريق بين الأبناء في العطية، إذا أذن باقي الأبناء، فإذا أذن ورضي باقي الورثة حينئذ يجوز أن يعطيه. الثالثة، وذكرها الموفق في بعض كتبه، إذا كانت العطية من باب الجعل في مقابل عمل، كأن يكون الرجل مريضا ويأتي أحد أبنائه ويقوم بخدمته دون باقي الورثة، في هذه الحالة هذا الشخص الذي قام بالعمل بالخدمة بالحمل والتنزيل والتنظيف وغير ذلك من الأمور
له أن يجعل له جعلا حينما كان الباقون ممتنعين عن ذلك، فحينئذ يجوز، لكن بشرط أن يكون في مقابل عمل، لا لكوني أحب فلانا أو لأني فلانا يميل له قلبي من الأبناء، بل لأن عملا قام به كأن يكون في شركة معي في العمل، اشترك في الدكان فقام في العمل، أو لأجل خدمة ونحوها. نعم. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. نعم. عندنا هنا مسألة مهمة جدا قبل أن أبدأ في هذه الجملة ذكرها المصنف، وهي مسألة القبض. القبض العلماء يقولون العقود ثلاثة فقط من باب جمع المتناظرات في محل واحد: عقود إن لم يحصل فيها القبض فالعقد باطل، فنسمي القبض شرطا للزوم، فلا يلزم العقد إلا بالقبض، وهي أولا الصرف، ثانيا عقد السلم، ثالثا الشركة على المشهور، لأنهم لا يجوزون ما كان في الذمة دينا، فلا بد أن يكون مقبوضا. إذن هذه ثلاثة عقود لا بد أن تقبض المال رأس المال فيها عند العقد، وإلا فهو باطل. الحالة الثانية أن يكون العقد ليس شرطا للزوم، فإن العقد يكون صحيحا ولازما، عفوا لا يكون شرطا للصحة، عفوا أنت أخطأ، قال لي اللزوم لخبطتني شيخ. لا في النوع الأول القبض شرط للصحة، وفي الثاني يكون القبض شرطا للزوم، بمعنى أن العقد ينعقد صحيحا لكن لا يكون لازما، بمعنى أنه يكون جائزا إلى حين القبض، فإذا تقابض العين صار لازما، وهما عقدان: عقد سبق شرحه بالأمس وهو عقد الرهن، والعقد الذي نتكلم عنه اليوم وسأفصله بعد قليل وهو القبض وهو الهبة. النوع الثالث العقود التي يكون القبض ليس شرطا لصحتها ولا للزومها، ولكنه شرط لنقل الملك فيها، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا اشتريته إلا بعد قبضه، وهذا في سائر البيوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم بالشرط المذكور في كتاب البيع. المهم من هذا الكلام أن الرجل إذا وهب لغيره هبة فالعقد صحيح لكنه ليس بلازم، ومعنى قولنا إنه ليس بلازم يعني يجوز لي أنا أيها الواهب أن أرجع في الهبة لحين الإقباض، فإذا تم الإقباض أصبح العقد لازما لا رجوع فيه. وما معنى الإقباض؟ هو قبض العين الموهوبة بإذن الواهب، وهذا معنى الإقباض، لم نقل مع القبض وإنما قلنا بالإقباض. شوف عبارة المصنف: وبعد تقبيض الهبة، لم يقل بعد قبض الهبة، لأن التقبيض قبض وزيادة، الزيادة ما هي؟ إذن الواهب. فلو أن زيدا وهب عمرا كأسا فجاء عمرو فأخذه بغير إذن الواهب، نقول ما زال العقد جائزا ليس بلازم، إلا أن يقول خلاص مدام أخذته أذنت لك، فالإذن المتراخي مثل الإذن الموافق، فيجوز لي الرجوع مدام قد أخذه بغير إذن، لكنه مكروه الرجوع في الهبة، لدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه. هذا دليل على أنه يجوز الرجوع قبل الإقباض، لأن أحمد قال فقد عاد، الكلب عاد لما عاد؟ قاء وأكل فقد عاد، فدل على أن العودة صحيح لكنه مكروه، لكنه مكروه. وبعضهم حمله على حال ما بعد الإقباض، لكن أحمد احتج به قال فقد عاد. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم. هذا أيضا يدلنا على أنه لا يجوز الرجوع في العطية في الهدية بعد قبضها إلا عطية الوالد لولده، فإنه يجوز له الرجوع فيها، طبعا بشروط ذكروها في محلها أربعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. هذا يدلنا على أن قبول الهدية مشروع ومسنون،
وليس ذلك من باب الأنفة والكرامة، وإنما يجوز رد الهدية في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت فيها منة، فإن كل ما فيه منة لا يلزم قبوله. الحالة الثانية إذا كانت الهبة بقصد الثواب، فإن الهبة إذا كانت بقصد الثواب تكون بيعا، لقول عمر رضي الله عنه في الموطأ كما رواه مالك في الموطأ: من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع، إن رضيه وإلا رده. وفقهاؤنا لما أرادوا أن يحتاطوا لهذا العقد قالوا إن الهبة لا تكون بقصد الثواب إلا أن يصرح الواهب بالتعليق فيقول: وهبتك على أن تعطيني كذا، فحينئذ لا يلزم قبوله. وأما بمجرد النية الباطنة فلا تكون حينئذ بيعا. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.